والله المشروع كما قلت لك، كما اكتشفت مرض السيلياك بديت يعني شيت في بطاطا فرينه ب 37000، يعني بدا ب 37000 يعني، ومن ثم يعني بقيت كما قلت نوسع في المنتوجات ونوسع في الطلبيات، ووصلت الحمد لله يعني يجوني من اغلب ولايات الوطن، من سوق راس، من العاصمه، من كل ولايات الوطن يجيو يديو الملفاي ام امجد، ويجيو يديو خبز ام امجد، والحمد لله يا ربي حتى توفقت الله تعالى ووفقني اني فتحت هذا المحل. وكانت عندي رغبة شديدة اني يعني اني نفرح المرضى، انا خاصة يعني كما نفرح انا بالوصفة ونفرح انا بالخبز لما يصلح لي، نحب ان المريض كذلك يفرح لاني نحس بهم، لاني انا مريضة نحس بهم، وخاصة الاطفال الصغار، الاطفال الصغار يعانون شد يعني معاناة كبيرة، وبالاخص كاينة فئة الطلبة الجامعيين المقيمين بالاقامات الجامعية من الولايات الاخرى، تلقاهم يعانيوا في مشكلة الخبز والغذاء الخالي من الجلوتين. كما تعرف الاقامات الجامعية راهي ما كانش الإطعام المدرسي الخالي من الجلوتين.